بما خف حمله من أغراضهم البسيطة، ينتظر هؤلاء دورهم في الصعود إلى الطائرة ومغادرة منطقة الزلزال. ويبدو مطار أدنى الدولي المكتظ بالمنتظرين وكأنه حبل نجاة من دمار الزلزال. سنسافر إلى إسطنبول بسبب تضرع بيوتنا جراء الزلزال، وسأرسل زوجتي وأطفالي إلى منزل أبيها هناك لأطمئن عليهم. الزلزال كان مخيفا جدا، وأكثر ما يخيفه هو كيفية حماية أطفالنا. الحمد لله أننا نجونا جميعا، وأنه يوجد لنا أقارب في إسطنبول نستطيع البقاء عندهم ريثما يزول الخطر. الجميع هنا خائف. بعد زلزالي كهرمان مراش اللذان أثرا على 11 ولاية تركية، أعلنت الخطوط الجوية التركية رحلات مجانية لإجلاء الناس من مدن الزلزال، وأعلنت أنه تم إجلاء أكثر من 200 ألف شخص منذ وقوعه. نعم، بعد الزلزال أعلنت الخطوط التركية وشركات أخرى عن رحلات إخلاء للمتضررين من الزلزال، وهؤلاء عاشوا ظروفا صعبة، ومنهم من فقد أقاربه، وتركت هكذا مبادرات انطباعا إيجابيا على الحالة النفسية للناس، وفي نفس الوقت رفعت عن كاهلهم بعض الأعباء المادية في هذه الظروف. الهرب من الموت والخوف دفعت بالآلاف من سكان مدن الزلزال المنكوبة إلى مغادرتها إلى بقية المدن التركية التي نجت من الزلزال. ينتظر المئات من الهاربين من مناطق الزلزال والمتضررين والخائفين في مطار أدنى لمغادرة مدن المنكوبة إلى مدن أكثر أمنا. من مطار أدنى، هنادي الخطيب، الحرة.